نظمت وزارة الداخلية زيارات لعدد من ذوي الهمم والأيتام من قطاعات وزارة الداخلية للاطلاع على مرافقها وجهودها في منظومة حفظ الأمن. يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وتواصلها مع كافة الفئات. بهدف تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع وتعريفهم بطبيعة عمل القطاعات الشرطية بما يعمق روح الولاء والانتماء لديهم، تنظم وزارة الداخلية زيارات ميدانية لتلك الفئات لهذه القطاعات. في هذا الإطار استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من ذوي الهمم والأيتام تعرفوا خلالها على طبيعة عملها وبرامجها التدريبية لإعداد رجال الشرطة، وتم اصطحابهم في جولة ميدانية للتعرف على مرافق الأكاديمية، وشاهدوا جانبا من تدريبات الطلبة في ميادين التدريب، فضلا عن عروض كتائب الخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. الهدف من الزيارات اكتساب روح الولاء والانتماء والمواطنة لأبنائنا داخل دور الرعاية الاجتماعية. وإلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، كانت الزيارة التالية لذوي الهمم والأيتام، فقد تم استقبالهم بالهدايا والورود، ووقدت لهم ندوة للتوعية بمخاطر تعاطي المواد المخدرة بحضور قيادات الإدارة، مع عرض فيلم تسجيلي يوثق لإحدى مهمات الإدارة في ضبط تشكيل عصابي لجلب وتهريب المواد المخدرة. شفنا في المتحف أنواع المخدرات وإزاي بيتم تهريبها، ومن خلال الفيلم الوثائقي اللي تم عرضه شفنا إزاي قد إيه في أعداء للبلد، وقد إيه إن حجم الخطر كبير جدا. بصراحة استفدت جدا واليوم كان لذيذ والحمد لله. وفي متحف الإدارة استمعوا وشاهدوا أنواع المخدرات وخطورتها وآثارها السلبية على المجتمع، وقد أشادوا بالزيارة التي ساهمت في رفع الوعي لديهم بمخاطر المواد المخدرة. شكرا جدا لمجهودكم العظيم اللي انتوا عملتوه معانا، وشكرا جدا للمعلومات القيمة اللي انتوا بتناشدوا ان انتوا تعلموها لنا، وان احنا نتعلم من حضراتكم كل يوم معلومة وكل يوم حاجة جديدة بتنفعنا. بصراحة أنا كان في معلومات كتيرة قوي ما كنتش أعرفها، كان معلوماتي محددة جدا، بس لما شفت الفيديوهات النهاردة في معلومات استفدتها كتير، وكمان لما طلعت فوق في حاجات أنا ما كنتش برضو عارفاها استفدت منها وعرفتها. أنا مبسوطة ومتعقدة قوي. الوزارة نظمت زيارات أخرى لذوي الهمم والأيتام، وذلك إلى مركز التدريب البحري التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، زيارة نظمها قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع قطاع الشرطة المتخصصة، شاهدوا أنواع اللانشات المستخدمة في مهام عمل الإدارة ومحاكاة لأعمال التدريب على قيادتها. وتم اصطحابهم باللانشات في رحلة نيلية، وهو ما أشادوا به وبالدور المجتمعي للوزارة في التواصل معهم ودعمهم والحرص على استقبالهم. وتعكس تلك الزيارات مدى اهتمام وزارة الداخلية بالجانب الاجتماعي في استراتيجيتها الأمنية، من خلال الحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع وتعريفهم بجهود الوزارة لتحقيق الأمن والاستقرار. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.